سؤال حول الدفن في المسجد أو أمام المسجد أو في مدخل المسجد، هذه المسألة على كل هي محل اتفاق بين العلماء، المسألة هذه محل اتفاق بين جميع العلماء وجميع المذاهب وجميع أئمة الإسلام وعلماء الإسلام، لا يشرع الدفن لا داخل المسجد ولا في باب المسجد ولا في رحبة المسجد، بل الذي استقر عليه إجماع العلماء أن المسلم يدفن في المقابر، المسلم يدفن في مقبرة المسلمين، لا يدفن في بيته أو في مكان خاص، وإنما في المقابر. ودفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته خاص بالأنبياء، هذا خاص بالأنبياء، جاء في الحديث أن النبي يدفن حيث مات، ولهذا الصحابة عليهم رضوان لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا أين يدفن، فجاء أبو بكر حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدفن النبي حيث مات، حيث قبضت روحه، قبضت روحه عليه الصلاة والسلام في حجرة عائشة، في حجرة عائشة فدفن فيها عليه الصلاة والسلام، وإلى جانبه أبو بكر بعده ثم عمر، وكان هذا خاص بهما عليهما الرضوان. وسارت سنة المسلمين وأجمع على ذلك العلماء أن الميت يدفن في مقابر المسلمين لا يخص، وأما دفنه داخل المسجد أو في مدخل المسجد أو في رحبة المسجد هذا غير جائز، لا يجوز هذا بالاتفاق، حديث النبي صلى الله عليه وسلم تدل على ذلك، قال عليه الصلاة والسلام لا تتخذوا قبري مثلا يعبد، فإن الله أهلك من كان قبلكم اتخذوا على قبور أنبيائهم مساجد، قال عليه الصلاة والسلام أولئك شرار الخلق كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، قال عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قال عائشة يحذر ما صنعوا ولولا ذلك لأبرز قبره، قالت في رواية قال عليه الصلاة والسلام لا تتخذوا قبري عيدا فقد اشتد غضب الله على من كان قبلكم كانوا إذا مات فيهم رجل صالح بنوا على قبره مسجدا، إلى آخر الأحاديث والأدلة. واتفقت كلمة العلماء على أن الطارئ يزال، يعني إذا كان المكان فيه قبور وبنينا عليه المسجد يزال المسجد لأن الحرمة للميت، والعكس كذلك إذا كان المسجد مبني وأدخلوا فيه قبرا أو بنوا في رحبته أو مدخل قبرا فالقبر يزال، ولهذا في أحكام الجنائز يقال نبش القبر هل يجوز أو لا، لا يجوز نبش القبر، لكن إذا كان هناك ضرورة ومصلحة جاز ذلك، وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم لجابر أن يحول قبر أبيه كما جاء في الحديث، فهذه المسألة لا تحتاج إلى كبير نقاش أو إلى من يصادم، هذا أمر حل اتفاق بين العلماء. أما حكم الصلاة هذه مسألة أخرى، لكن البناء مثل هذا البناء لا يجوز وحرام، قد قال الإمام ابن القيم وغيره من أئمة الإسلام لا يجتمع قبر ومسجد، لا يجتمع قبر ومسجد، حديث النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك لا تتخذوا بيوتكم قبورا فصلوا فيها، لا تتخذوا بيوتكم قبورا صلوا فيها، يعني القبور لا يصلى فيها، مقابر يسمح للصلاة، فلا يجتمع مسجد وقبر هذا أبدا في الإسلام. المسجد قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، ويشتد النهي والتحريم إذا كان المدفون ممن يعظم لأنه صار يزاحم الله جل وعلا، قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فإذا جعلت في القبر في المسجد قبرا معظما من عالم أو صالح أو تقي أو من يعتقد فيه من الجهل ما يعتقدون فهنا يزاحم صار يقصد، وبالتالي لا تتمحض هذه المساجد لله تصير مساجد لغير الله، قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد، هذا هنا أكد وخصص
وذكر بالإيجاب والنفي وأن المساجد لله، يعني لا يجوز أن يجعل الله غير الله، فلا تدعو مع الله أحدا، نفي ونهي. أما إذا جعلنا القبر في المسجد فراح يدعو يتوجهون إليه، لا تقول لا يفعلون، يفعلون يفعلون كما رأينا في بعض البلاد. صليت في بعض البلاد، دخلت مسجدا وصليت، بعد نهاية الصلاة وجدت بعض المصلين توجهوا إلى آخر المسجد ويدعون، يستقبلون غير القبلة، ما كنت أدري أن المسجد ذاك فيه قبر. ذهبت إلى المكان فوجدته قبر مذكور فيه ترجمة، قبر الولي الفلاني، يصلي يستقبل القبلة ثم يذهب إلى القبر فيستقبل ويدعو. فلا تقول لا هذا لا يفعل، يفعل، رأيناه، هذا رأيناه، والجهل يفعل بصاحبه الأشياء، وطول الزمان وذهاب العلم ينتشر بعد ذلك الجهل. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أن القيامة تقوم على شرار الخلق، وقال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تلطيب إليات نساء دوس على ذي الخالصة، هذا صنم، يعني لا تقوم الساعة حتى يعود هذا الشرك في الأمة، وتقوم الساعة على أهل الشرك ويقبض أهل الإيمان. هذا تحذير من ماذا؟ من الشرك ومن وسائله. فالواجب على المؤمنين أن يقطعوا دابر الشرك ووسائله، وأن لا يتركوا إلى ذلك ذريعة ولا وسيلة مهما كان الأمر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة الكرام لما قالوا، قال رجل ما شاء الله وشئت، هل الصحابي يقصد أن النبي عليه الصلاة والسلام يساوي الله في المشيئة؟ ما يقصد. قال جعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده، هذا الصحابة الكرام وإيمانهم أعلى من إيماننا. الآن يجي يقول يا رسول الله، يقال يا رسول الله، يجي يرد يا سيدي عبد القادر، يا سيدي فلان، هذا كيف يقول لك النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذا قلت يا سيدي فلان، والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال فغضب وقال أجعلتني لله ندا، وش قال الرجل؟ قال ما شاء الله وشئت يا رسول الله فقط، ساوى باللفظ لا بالاعتقاد، لا بالاعتقاد، لكن اللفظ ظاهره التسوية، فنهاه عن مثل هذا اللفظ. فكيف لو سمع ممن ينتسب بالإسلام يقول يا سيدي فلان، يا سيدي عبد القادر، يجي يقعد، يا سيدي الهوالي، يا سيدي يوسف، يا سيدي السميان، يا سيدي كذا، غياث إلى آخره، بل ربما يدعوه وهو بعيد عنه. هذا كيف نقول؟ هذا العلماء ترجموا في شرح الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع وسائل الشرك، هذا من وسائل الشرك قطعها النبي عليه الصلاة والسلام. فكيف بالرجل؟ وهذا قال الرجل، قال للنبي عليه الصلاة والسلام والنبي صلى الله عليه وسلم حاضر، فكيف بمن يقول وهذا الولي غائب؟ ماذا يقول له النبي صلى الله عليه وسلم لو أن مثل هذا قيل بحضرته صلى الله عليه وسلم؟ ماذا سيقال؟ أفهمون يا قوم، لا أدري، هذا الناس الذين يجيزون ويتأولون بالباطل. النبي صلى الله عليه وسلم لما مر الصحابة على شجرة قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، المشركون كان عندهم شجرة يتبركون بها، يعلق عليها السلاح تبعهم، فقال الصحابة عندهم شجرة اجعل لنا شجرة، قال قلتم مثل ما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، الله أكبر، إنا هزلن، قلتم الذي نفسي بيده مثل ما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. فمشابهة أهل الشرك في دار الشرك ما يجوزها، وهذا سبيل من هذه السبل، هذا سبيل من هذه السبل. الميت محترم ويدفن حي ويدفن المسلمين ويدعى له، كان من أهل العلم وأهل الفضل يعرف حظه احترامه وتقديره، وإن كان من عامة المسلمين فهو من عامة المسلمين، وإن كان مسرفا على نفسه أكثرنا له الدعاء، ويدفن حي ويدفن المسلم. أين دفن الصحابة؟ أين دفن الصحابة؟ في البقيع، دفنوا في البقيع. فمثل هذا الأمر مما يمكن، ثم يبنى عليه وجعل عليه السياج، كل هذا لا يجوز، كل هذا حرام لا يجوز. والطارئ يزال، وإزالة القبر نفسه جائز، لا
لا يوجد في ذلك انتهاك الحرمة ولا شيء، يزال ويدفن حيث يدفن المسلمون، يدفن حيث يدفن المسلمون. نسأل الله تعالى يسر الأمر للقائمين على ذلك بإصلاح الأمر وتسويته على ما توجبه الشريعة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.